اهلا بحضراتكم من جديد، وبالطبع النهارده في مجموعه من المباريات في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم. يمكن الجوله الرابعه كانت في مباريات بالامس، لكن النهارده احنا بنتكلم على حوالي 11 12 مباراه بيقامه اليوم في الجوله الختاميه من الجوله الرابعه. طبعا في حوالي خمس مباريات اقيمت اليوم في الساعه 3 عصرا. رواندا والراس الاخضر 0-0، مدغشقر مع ساحل العاج 1-1 تعادل ايجابي، وهذه المباراه تحديدا بيدارها الحكم المصري المونديالي الكابتن جهاد جريشه. اثيوبيا بتلعب مع النيجر وفائزه بنتيجه 3 أهداف مقابل لا شيء. لوسوتو مع بنين 0-0، والسودان عامله نتيجه طيبه حتى الدقيقه 90 متقدمه على غانا بهدف مقابل لا شيء. فوز السودان اداها فرصه انها تدخل في مرحله التصفيات ومنافسه قويه مع غانا المتصدره ب9 نقاط، مع جنوب افريقيا ايضا المتصدره ب9 نقاط. الساعه 6 في 4 مباريات، توجو مع مصر طبعا مباراه بتهمنا وكلنا هننتظرها بشكل كبير، انجولا مع جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، جمهوريه افريقيا الوسطى مع المغرب، سيراليون مع نيجيريا، وفي الختام في مباراتين الساعه 9، تنزانيا مع تونس في دار السلام، وناميبيا مع مالي في ختام مباريات الجوله الرابعه. لكن في تصفيات كاس العالم من امريكا الجنوبيه المؤهله لمونديال 2022، فنزويلا مع تشيلي الساعة 11 مساء، وأيضا في نفس التوقيت الإكوادور مع كولومبيا. مجمل مباريات قوية جدا من التصفيات الإفريقية وأيضا تصفيات كأس العالم. تفاصيل أكتر في حلقة النهاردة، أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند.